التصرف ديالي 65 عام فيها ومشي نموت فيها نمشي كل ما لقيت هاد الناس هما اللي لقاهم فيها نمشي أنا أشنو مش مواطن مشينا للمسيرة أي حاجة درناها في هاد البلاد نموت أنا عندنا حق طلبوا من سيدنا يعطينا حق لكن أول خطرة وآخر إلا سيدنا كل شيء الناس ديال سكان الحي المحمد راه حنا في واحد المدرة قايمة ديال المول الشريف يعطونا فين نسكنوا بزاف هادشي يعطونا فين غنسكنوا حنا موجودين ما عندنا فلوس قال لك سير قلص 12 مليون الا بغيتي تستافد فينا 12 واش عندي 16 مليون غنبقى ساكن بيت فلاش غنديروا مع الناس لا اله الا الله محمد والاولى والثانيه كنطلب من السلطه تشدوا لنا حقنا راه هادشي كلشي اللي دايروه هو المقدم والقيد مشي عندهم كتقول لهم صوبوا لي ورقه يقول لك سير معاك واش انا ماشي مواطن ما عنديش حق في هاد البلاد ما عندهاش حق يمشيو يقتلونا يديروا فينا ما بغاو الله يجعل شي بركه حنا شبعنا وقنعنا من هاد البلاد قسمين مع الثمانيه وشي قسم ولا قسمين سمعت الحادثه مشيت لقيت خويا في الردم جبدنا خويا دينا مضروب بحال لا يرثى ليها دخلنا الانعاش وخياط وجنا للدار تاع السبعه ديال العشيه ولكن هادشي كلشي السبب ديال هادشي هو المقدم والقيد حنا كنطلبوا من صاحب الجلاله الله يسرق تنا حقنا طاحت عليه الدار من الفوق ناعس زي خرج تحت الدار هو على تروازا ميطاج تاع الارض جوج سوايع ونص هو تحت الارض المواطنين ديال الدرب هما اللي جبدوا الاخ ديالي وديناه للسبيطار وتعالج الحمد لله ونشكرو والمواطنين عاونونا جبدناه من تحت الردم تقريبا واحد 5 متر لتحت باش جبدناه من الارض لا وجهه كامل مشى وليد ديالو والدار بقينا تقريبا شي ساعتين ونص عاد جبدنا ما كاينش اللي عاوننا حتى رجال المطافي ما كاينينش الحاله ديالو باقا كله مدغدغ وجهه هنا ظهره ويده كله مدغدغ دا شويه حتى الماكله ما كياكلش واش هاد الناس اللي قالك سير غدير لخوك كلشي بابور زقنا مخلصين 10000 درهم ديال السكر وسميتو عاد ثاني زدنا 2000 درهم تمر لابيلانس كريناها 400 درهم باش دينا 20 غرس و400 درهم باش جبنا العين محمدي الاصيل